كيس 1 اي تي يو اول فيميل بيشنت بريزنت فيز بالبيتيشن. اوكي شوت رانز اوف وايت كومبلكس تاكيكارديا و فولود باي سانسرز اوكي تيكينج ذا اونكولوجي اوف ليفت بندل سانس و ريجولار وايت كومبلكس تاكيكارديا ريجولار لا ريجولار في شويه irregularity الحقيقه خلينا يعني احنا عندنا two populations of signals صح؟ signals تبدو sinus و signals تانية else يعني something else right؟ ماشي طيب ال signals اللي تبدو sinus دي نوصفها فيها وقت يعني taking the morphology بتاع left bundle left bundle ماشي sinus rhythm was left bundle branch block ماشي وفي يعني هتتكلم دلوقتي على السيجنالز التانية بقى اللي هو دول مثلا يرانز الريجولار وايت كومبلكس تاكيكارديا الريجولار وايت كومبلكس تاكيكارديا ده بيخليني يعني مكتوب هنا ده اتشال فيبريليشن مع ليفت باند نفس المورفولوجي بتاع اللي موجود او اللي فيه بري اكسكتيشن بيجي بيروح مش عارف ايه طب وانت واتس يور جات فيلينج بغض النظر عن اي حاجه انا قلتها جات فيلينج اللي هو ستيلينج non-sustained VT. Trust your gut feeling. هو non-sustained VT ممكن تبقى فيها شوية irregularity؟ ممكن يكون فيها شوية irregularity. صح؟ دي مش حاجة unusual يعني. طيب هو أصلا الديفرنشال بتاع الوايت بيتس دي زيها زي الديفرنشال بتاع الوايت كومبلكس تاكارديا. البيس ميكر مش ارتفاك. احنا نبقى نقول ان دي يعني SVT مع apparency او VT او SVT مع pre-exactation. ومش البريم ستيشن بتشتغل في الريستنج اي سي جي او الاي سي جي ساينس مفيش دلالات على البريم ستيشن هو مش لازم بس هو فعلا دي واحده من يعني تمشيك في عكس الاتجاه الحاجه الثانيه كمان ان الانسيت بتاع البيتس دي اللي هي ان كويستشن شكله شار خالص ما قبلهوش يعني سليرنج ولا حاجه يقول ان في دلتا ويفز صح؟ اللهم الا في الليد ده ده اللي ممكن يكون فيه شوية suspicion طيب إجابة طب ده إجابة سؤال اللي هو ال pre-excitation طيب هنوصل إزاي هي مثلا SVT with aberrant conduction ولا ventricular tachycardia المفروض ال AV dissociation هو اللي يبقى مميز لل VT ال AV dissociation بس الحقيقة صعب هنا نشوف AV dissociation عشان ال non-sustained nature بتاع التاكيكارديا مش كابشر دي انما السؤال هو ايه السؤال الثاني اللي احنا نساله نفسنا المورفولوجي هل الوايت كومبلكس تاكيكارديا بتاخد تيبيكال ليفت باندل ولا لا صح و طب انت ايه رايك؟ انا حتى في الثلاثه مش واخده نفس المورفولوجي بتاع الساينس بتاعها العادي، يعني لو هي اس بي تي كانت هتاخد نفس الكونفجريشن بتاع الساينس. صح دي نقطه مهمه جدا ان هي كانت هتبقى نيرلي شبه الساينس صح؟ بس هنا ليه الثلاثه ده مختلف تماما صح؟ ده مور ذان 40 ديجريز اكسس شيفت و اي في ال نفس الحكايه صح؟ فده going more with ان دي tachycardia of ventricular origin rather than a supraventricular origin طيب برضو بغض النظر عن ان احنا ما عندناش sinus يعني قصدي بغض النظر عن ان احنا عندنا segment sinus ده لنفرض ان احنا we are dealing with this بس او this بس واخده نفس المورفولوجي بتاع السينس ما عندناش sinus عايزين نطبق الرولز من غير ما نشوف الساينس ريدم يعني عايزين نقول ايه هو دي شكلها شكل تيبيكال ليفت باندل ولا ايه تيبيكال ليفت باندل ياخد شكل التيبيكال تيبيكال طيب في شويه فيتشرز اوف اي تيبيكاليتي زي ان اي في ال نيجاتيف اي في ال مش المفروض يبقى نيجاتيف في الليفت باندل صح
ويمكن ده الفيتشر الوحيد يعني. فده بالنسبه للاي سي جي ده، كون ان احنا شايفين ساينس وكده احنا متاكدين ان دي غالبا فينتريكولار تاكيكارديا. معلومتين، لما تشوف ليفت باندل، ليفت باندل و هو البيز لاين كان ليفت باندل اصلا تحت. نعم البيز لاين بتاعه اصلا ليفت باندل. ليفت باندل. لا انا بتكلم على، انا بتكلم على التاكيكارديا. انا قصدي هو ينفع يبقى ليفت باندل بشكل تاني؟ ليفت باندل حضرتك تقول ده تيبيكال ليفت باندل، ولا عندي تيبيكال اللي هو البيز لاين بتاعه يبقى اكيد ده مش تيبيكال ليفت باندل. احنا كنا بنتكلم على سنه، مش شايفين الناج ده كاننا مش شايفين. مش كاننا مش شايفين فايف. فبنقول ايه؟ ان احنا عايزين نحسب الاكسس عند العيان ده، الاكسس during the ventricular rhythm كام الاكسس ده؟ هو واحد ال يبدو ان مفيش ليد التاكيكارديا perpendicular عليه، كويس؟ انما نقدر نستخدم الطريقة التانية، فين التولست 2 ارز؟ هما ليد 2 و AVF، صح؟ فاحنا somewhere between 60 and 90 ده الاكسس. الساين اللي انا كنت هقول لكم عليها مش موجوده في الاي سي جي ده، انما لما يبقى في ليفت باندل وليفت اكسس ديفيشن شك ان ده يكون اوت فلو تراكت فينتريكولار تاكيكارديا. هي التاكيكارديا دي جايه منين؟ واخده ليفت باندل، صح؟ ليفت باندل ده معناه انها طالعه من الرايت فنتركل، فوق ولا تحت في الرايت فنتركل؟ تعمل اوت فلو فوق. ليه؟ لان الانفيو ليدز بوزيتيف، فده معناه ان احنا الريتم ده جاي من فوق، يبقى ده معناه ان ايه اللي فوق في الرايت فنتركل؟ هو الاوت فلو تراك، صح؟ طيب معلومه ثانيه برضو، بصوا على الليفت باندل بتاعت العيان ده اللي هي هنا مثلا، وبص على الليد ده، او بالنظر بس للليد ده، يعني احنا لو الليد ده بس هو اللي عندنا نقدر نقول ان الريتم ده فنتريكولر مش اتريكولر. ازاي؟ انا هنجنور كل الاي سي جي وهنبص على الريتم ده بس. ده ساينس، دول ثلاثه ساينس بيتس ودول التاكيكارديا بيتس. المعلومه اللي انا بقولها لك ان لو حضرتك بصيت على الليد ده لوحده تقدر تقول ان دول فنتريكولر ان اوريجن. السؤال الاجابه ليه؟ السؤال ليه؟ لان هو لو جاي من فوق ليه ما تاخدش نفس البندل برانش كونفجريشن؟ ليه نروش عن صح؟ لما يبقى عندك بيز لاين ساينس ريزم كوندكشن ذات از وايد، اي نارو ريزم يجي هو فنتريكولر ان اوريجن، لا يمكن يكون اتريال، لان هو لو اتريال يا اما هياخد شكل الليفت بندل اياها يا اما هيبقى وايدر لانه نازل وذ مور ابريشن. انما لما يجي ريزم نارور عن البيز لاين ساينس ريزم اعرف ان ده 100% فنتريكولر ان اوريجن. تمام؟ ماشي. فدي نون سستيند فنتريكولار تاكيكارديا طالعه من الاوت فلو تراكت، غالبا من الرايت فنتريكولار اوت فلو تراكت مش من الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت. بنعرف منين؟ هما الاثنين بياخدوا ليفت باندل غالبا، انما لما تلاقي ليت ترانزيشن كده ما بين في 3 وفي 4 اعرف ان ده غالبا رايت فنتريكولار اوت فلو تراكت. لما يبقى في ايرلي ترانزيشن ما بين في 1 او في 2 يبقى ده غالبا ليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت. المانجمنت هنا حاجات كتيره بقى، يعني من اول البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز لحد الانتي اريزميك دراجز لو العيان عنده ستراكشر نورمال هارت زي السوتالول اللي هو بيتا بلوكر ويز انتي اريزميك بروبرتي، او الفليكانايد، او الاميودارون لو العيان عنده ستراكشر هارت ديزيز، وصولا الى الكاثيتر ابليشن. كل السبيكترم بتاع التريتمنت ده وارد حسب الكلينيكال سيناريو. لما الاقي نيشنال هارت في 1 دي تقولي مش طيب. هو في تفاصيل كتيره في الموضوع ده ماشي، بس القاعده العامه early transition معناها out left ventricular outflow tract، late transition معناها right ventricular outflow tract. ممكن يكون في ار صغيره في في 1 وفي 2 وتكون right ventricular outflow tract، انما لما تلاقي tall ار او wide ار
في في واحد او في اتنين اعرف ان احنا غالبا left ventricular outflow tract. لما بيبقى الترانزيشن ما بين في اتنين وفي تلاتة دي حتة بقى تقبل الاتنين، يعني في واحد لفي اتنين ترانزيشن left ventricular، في تلاتة لفي اربعة ترانزيشن right ventricular، في اتنين لفي تلاتة دي بقى ايه ليها كذا ساينز الواحد بيبص عليهم وكذا بيبر بتقول لك ازاي تقارن الار بالاس during ABC او الventricular tachycardia بالار اس ريشيو during the sinus rhythm. ممكن نبقى نبص عليها مع بعض. هو مورفولوجي الفي دي اف على حسب بالبيت، يعني وارد لان على حسب الكابلنج انترفال. ماشي. Yes, 240-year-old female patient present with palpitation. ما شاء الله دي حاجة تفرح والله. White complex tachycardia, 12 ECG showing white complex tachycardia, fish based, all artifact. Regular ولا irregular؟ هو grossly irregular. يعني الـ RR interval دي ضعف الـ RR interval دي، صح؟ وهنا كمان دي مختلفة عن دي ودي مختلفة عن دي، يعني totally irregular rhythm، صح؟ هنشوف في AV dissociation ولا ماشي. وكونه جروسلي الراجل الراجل يعني بقى ايه اف اس افال كوندكشن ده، بس انا عايز اتاكد الاول ان مفيش حاجه تانية سبب. يعني انا حاطط في دماغي ان ده مايل وده غالبا ايه اف اس افال، بس انا عايز اتاكد. يعني المفروض لو انت حكمت ان هو جروسلي الراجل فعلا ان انت تستبعد الفنتريكولار تاكيكارد زي ما اتفقنا. مفيش حاجه 100%. انما يعني الاي سي جي ده مش هيكون اول احتماليه. هو يعني مش المفروض ان احنا نمشي في الالجوريزم بتاع بي تي اس في تي بري اكسايتد ريجولار تاكيكارديا. ده المفروض نفكر ان ده الريجولار تاكيكارديا ذات از جروسلي الريجولار، والاوبشنز بتاعتهم قليله مش كتيره. تمام. او بري اكسايتد ريجولار، صح. بس انا عايز اتاكد بس ان المورفولوجي بتاع الحاجات دي، وده اللي خلاني وقفت وانا اتفكر الاول. والله عندك حق، شكلها كونفيوزنج، بس اظن انها تطلع تي ويفز. يعني وليه مش كونسيستنت؟ ما لو تي ويف ليه ما كملتش الكوبري كوبري؟ لاني ساعات الار ار بتبقى شورت لدرجه ان الار تيجي على التي تعمل لها ماسكينج، بس اكيد ده الديفليكشن الوايد قوي ده ما هوش بيوريك، صعب جدا. طيب ما قلناش بقى هو ايه، هو انه واحده فيهم، هو اس هو اتر فيبريليشن وذ ابيرنت كوندكشن ولا بري اكسايتد تاكيكارديا؟ وانا حاسس ان في زي ما شايف في سليرنج كده في اول الكيو ار اس كونفرنس، ماشي. دي حاجه. ايه تاني؟ شايف الويدث بتاع الكيو ار اس كومبلكس ده؟ الكيو ار اس كومبلكس ده اللي جاي بعد البوز، صح؟ الويدث بتاعه is definitely less than the width of this QRS اللي هو جاي بعد شورت ار ار. التصرف ده تصرف بري اكسايتد اتريال فيبريليشن. لما الكونسرتينا باترن ده اللي هو ايه، اللي هو كيو ار اسز تنكمش وكيو ار اسز تتمدد، ده بيحصل في البري اكسايتد اتريال فيبريليشن، unlikely to happen في ال
في الاتر فيبريليشن ويز بندل برانش بلوك. تاني حاجه بقى مهمه صح، مش واخده تيبيكال مورفولوجي، دي حاجه مهمه قوي. بالعكس بقى دي واخده تيبيكال مورفولوجي اوف ان اكسسوري باثوي، يعني ده منظر بوستو سيبتا الاكسسوري باثوي. طبعا انا مش بطالبكم ان انتوا تحفظوا كل الاكسسوري باثويز، بس انا بقول لكم ان احنا عارفين ان هو ده شكل بتاع السيبتا الباثوي، يبقى نيجاتيف في واحد وبوزيتيف في ليد في اثنين، والانفيريور ليدز تبقى نيجاتيف. ده معناه ان ده بوستو سيبتا الاكسسوري باثوي، هو ده اللي احنا واخدين عليه، هو ده المنظر الطبيعي. فالاوقع ان دي تبقى بري اكسايتد اتريال فيبريليشن، خصوصا انها داز نوت لوك لايك تيبيكال ليفت بامب. صح ماشي اوكي. شكرا. هنا قولي مانجمنت دي سي، دي سي ولو في بروبينامايد او لو في حاجه زي كده ممكن. كاسيلي 60 old female patient presented with chest pain, palpitation and hypotension. The ECG showing white complex tachycardia. تمام. Regular ولا irregular؟ Looks regular. Regular. ايه الديفرنشال بتاعك؟ ventricular tachycardia with CP was apparently وبري اكسايتد تاكيكارديا، وصعب تبقى pacing وصعب تبقى artifacts. صح ماشي. طيب هنوصل ازاي للتشخيص؟ هندور اول حاجه على الاي بي ديسكريشن. عظيم. Do you see a clear evidence of AV dissociation؟ صراحه مش باين. ماشي. بعدين مفيش كابتشر او فيوجن بيتس، كل البيتس نفس المورفولوجي. ماشي صح. يعني مش برضه المورفولوجي بتاع تيبيكال ليفت باندل او رايت باندل، يعني الكومبلكس نيجاتيف دي 1. يعني انت دخلت على سؤال المورفولوجي دلوقتي وبتسال نفسك ده ليفت باندل برانش بلوك، لان في واحد بريدومينانتلي نيجاتيف اهو، فهل ده تيبيكال ليفت باندل ولا اي تيبيكال ليفت باندل؟ اي تيبيكال. ده في فيتشرز كتيره جدا وباي تيبيكاليتي. مفيش ليفت باندل فيها ار اس كده في بي 2، ومفيش ليفت باندل واخده كيوهات في الانفير ليدز وفيها نوتشنج كده، البيزار نوتشنج ده، ولا البيزار نوتشنج اللي في 1 واي بي ال. فده يعني جروسلي ابنورمال لوكينج ليفت باندل برانش بلوك. صح؟ هي يبقى اول احتماليه ايه؟ فنتريكولار تاكيكارديا. ماشي. هل في احتماليه ثانيه؟ في احتماليه ثانيه، يعني لو العيان ده عنده سيك هارت فور وات ايفر ريجن، والبيز لاين ابيرنت كوندكشن ابيريشن عنده كده في الساينس ريزن، هو واخد نفس المورفولوجي ده. لو جاله فلاتر ولا لو جاله اس بي تي هتبقى ليها نفس الشكل. صح؟ زي حد ما قال وزي ما احمد ضحك كده. يعني هو الديفليكشن للتي ويف اللي في الداتا ده قبل التي كان في ديفليكشن مش موجود في الداتا اللي قبل. هل انا اقدر اعمل حاجه؟ لا صراحه ده غالبا بيز لاين. انت قصدك على ده؟ اللي بعده التي اللي بعده دي؟ ده. It's too inconsistent to judge. مش طب العينه دي شكرا للدكتور، العينه دي طلع عندها ايه كده؟ ما كان عاملين شويه تقديم تيبيكال ليفت باندل مورفولوجي بس كده. هو ده مش ريل لايف صح؟ تمام. ولو انه شكله ريل لايف صراحه، ده حتى في صباع واحد ماسكه. هو شايف الصباع ده؟ هو عارفه هو ريل لايف بس مش حل الاجابه. بس احنا مش واصلين الاجابه. ماشي طيب. بس ده مش تفسير. مش تفسير. طيب طب لو دي فنتريكولار تاكيكارديا هتبقى طالعه منين؟ في واحده دي تكون الترانزيشن ترانزيشن للعاطفه. نعم؟ هي كده نيجاتيف بي 1 فهنقول ان هي طالعه من الرايت فنتريكل.
لو ده structure normal heart صح، انما لو هو ischemic heart disease ممكن تكون طالعه من السكه. الاسكيميك هارت ديزيز بالعكس الليفت بندل برانش لوكينج في تيز ان 99% اوف ذا كيسز طالعه من الـ من الليفت سايد سكت. ليه مش الالي في تي؟ ليه مش الالي في تي؟ يعني ايه ليه مش الالي في تي؟ ليه مش اللي هو ده؟ المنظر ده؟ لا الفيو ليدز نيجاتيف محمد. لازم لو هي طالعه من الاوت فلو تراك، الاوت فلو تراك ده حته فوق في الفانت لازم يكون الديبولاريزيشن اكسس ماشي توردز الفيو ليدز، وبالتالي الفيو ليدز لازم تبقى بوزيتيف. يعني لازم يكون انفيري دايركتد اكسس. هو مش كده خالص، ده هو طالع غالبا من حاجه في الانفيو وول صح. على حسب بقى السبستريت، دي نقطه مهمه قوي انتوا لازم تعرفوها. على حسب العيان ده عنده ايه، اغلب الظن ان العيانه دي عندها ستراكشر هارت ديزيز عشان النوتشينج وعشان البيزار لوكينج كيو ار اس وعشان الوايد كيو ار اس كومبلكس. فلو قلنا ان دي عيان عندها اسكيميك هارت ديزيز مثلا، ده هيبقى طالع من سكار في الانفروسيكتوم. ليه سكار؟ ليه سيبتوم؟ لان هو ليفت بندل برانش بلوك، واحنا عارفين ان 99% من الليفت بندل ليفت بندل لوكينج لايك تاكيكارديس يعني اسكيميك كارديومايوباثي، وده يطلع من الليفت سايد اوف ذا سيبتوم. وليه من الانفير وول؟ عشان الاكسس اوف ديبولاريزيشن از دايركتد superiorly يعني away from the inferiorly ماشي؟ اوكي. وعشان برضو شايفين precordial leads ازاي شكلها ما هيش وايد قوي، يعني لو ده عامل ischemic cardiomyopathy والventricle بتاعه dilated هيبقى ال VT بتاعته لو طالع من free wall بتاع الventricle يبقى وايد عشان كده بكتير. This fall 20-year-old female patient present 2 years following episode of chest pain. White complex, I agree. بس مش تاكيكارديا صح؟ يعني الهارت ريت هنا كام؟ 1 2 3 4 اقل من 75 يعني يمكن 65 ولا حاجه. شورت بي ار تمام، وفي دلتا ويف. شورت بي ار دلتا ويف وايت كيو ار اس كومبلكس ترايد ذا دايجنوز دبليو بي دبليو سندروم. عظيم. السؤال المهم هو فين الاكسسوري باثوي ده؟ رايت انتروسبتال. هو احنا ازاي بنلوكلايز الاكسسوري باثويز الاول؟ اظن ان دي محتاجه ان احنا نرسم. هو زي اي ريزون بنعمل له لوكلايزيشن في رولز الواحد يعرفها وبعدين يطبقها على اي بقى ايه ريزون، سواء كان الريزون ده اتريال، سواء كان ده بالريكولر دلتا ويف بريك سيتيشن. اول رول دي هي ان لو هنطبقها على البريك سيتيشن، يعني لو ده التريكاسبيد انيلس وده المايتر انيلس وهنا الانفيريو ليد لو في باث واي بيعدي تحت الانيلاي. يعني ايه تحت الانيلاي؟ يعني هو معدي تحت التريكاسبيد في اي حته او تحت المايتر في اي حته ماشي. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ادي المايتر انيلس والتركاسبيد انيلس اهو، وادي البنتريكلز اهي، وانا عندي باثوي بيعدي كده صح؟ والبنتريكلز فوقيه اهي لان هو معدي من تحت، فيقوم ياكتيفيت البنتريكلز دي من تحت لفوق من تحت لفوق، فيقوم الاكسس اوف ديبولاريزيشن بتاع البنتريكلز يبقى باصص ازاي؟ سوبيرلي ريدايركتد اكسس. يبقى الانفير ليدز دي الانيشال اكتيفيشن بتاع الدلتا ويف فيها تبقى نيجاتيف. واحنا دايما بنفكر في الانيشال اكتيفيشن لان هو ده اول حته من الفنتركل اكتيفيتد اللي هو عند الاكسسوري فانتركل صح؟ طيب تاني حاجه بنفكر فيها هي ايه؟ هو رايت سايد ولا ليفت سايد؟ يعني هو كروسنج التركاسبيد انيلس ولا كروسنج الميتر انيلس؟ فلو ده
الترايكاسفيد وده الميترال وده الفنتركل. وبعدين عندنا البريكورديال ليدز كده ده بي 1 وبي 2 وهكذا لحد بي 6 وهنا الفيرتبرال كولن وهنا الاسترنال. يبقى انت عندك ثلاثه لوكيشنز للباثوي. شكرا. يا اما باثوي بيكروس الميترال انيلس يا اما باثوي كروس تو ذا سيبتم يا اما باثوي بي سوري تريكاسبيد يا سيبتم يا اما كروسنج الميترال انيلس. صح؟ طيب هيتصرفوا ازاي دول بقى ان ريليشن للبريكورديال ليدز؟ شايفين الاكسس اوف ايكولايزيشن بتاع اللي بيكروس التريكاسبيد انيلس ده؟ ده يبقى away from V1 باصص عكس V1 في حين ان هو رايح لمعظم البريكورديال ليدز الثانيه. طب ده ينطق عنه ايه؟ ينطق عنه ان V1 تسجل نيجاتيف دلتا وبعدين في 2 وكل البريكورديال ليدز اللي بعد كده يسجلوا بوزيتيف دلتا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ترانزيشن الماسك اللي انا كنت بقوله ده على السبتال باثويز. ماشي؟ السبتال باثويز away from V1 وdirected towards V2 وهكذا. فيبقى نيجاتيف دلتا في V1 بوزيتيف دلتا في V2. فلما حضرتك تلاقي ترانزيشن ما بين V1 و V2 you're dealing with a septal accessory pathway. طيب امال الليفت سايد الاكسسوري باثويز اللي هي بتكروس الميترال انيلس بتبقى ماشيه ازاي؟ الديبولاريزيشن بيبقى ماشي توردز كل البريكورديال ليد فيقوم راسم بوزيتيف كونكوردنس في كل البريكورديال ليد. هتلاقي كتب كاتباها كده وكتب كاتبه ان الار اس ريشيو في في واحد اللي هو اول واحد فيهم اكتر من 1. ده معناها ان في تول ار في V1 بس left sided pathways بيبقى فيها طول R في V1 أو RS ratio أكثر من 1. طب وما ال right sided accessory pathways بقى؟ ال right sided accessory pathways characterized إن هما ال right precordial leads دول بيبقى فيهم initial small positive delta كلهم. يعني ايه؟ خد بالك ان السبتال كان فيه نيجاتيف دلتا وبعدين بوزيتيف دلتا في 2. الرايت سايد بيبقى فيهم انيشيال بوزيتيف ديفليكشن في الرايت بريكورديال ليدز كلهم وبعدين الدلتا ويف تكبر بقى وتبقى هي البريدومينت. هنشوف دلوقتي. يبقى ثلاثه باترن. يا اما نيجاتيف في في 1 بقت بوزيتيف في في 2 ده سبتال اكسسوري باترن. يا اما سمول بوزيتيف دلتا ويف في الرايت بريكورديال ليدز ذات جروز ليتر اون ان ذا ليفت بريكورديال ليدز. يا اما ار اس ريشيو وده في الرايت وده في الرايت اكسسوري باثويز في الليفت اكسسوري باثويز طول ار او ار اس ريشيو اكتر من 1. ماشي؟ طب تعالى نطبق ده بقى التولز اللي فاتوا دول على ال على الباثوي ده. هو الباثوي ده واخد انه باترن؟ اول باترن اللي هو سبتل ولا تاني باترن ولا تالت باترن؟ small initial delta wave that grows later on in the left precordial lead. صح؟ فده واخد الباترن بتاعت الرايت. فده واخد الباترن بتاعت الرايت سايد الاكسسوري باترن. صح؟ ماشي. طيب anterior على التريكاسبيد انيلس اتفقنا ان هو خلاص تريكاسبيد. anterior بقى على التريكاسبيد انيلس ولا posterior على التريكاسبيد انيلس؟ يعني بيعدي من تحت اللي هو posterior او في اقوال اخرى inferior ولا بيعدي من فوق اللي هو anterior وفي اقوال اخرى superior؟ هنا 2 و3 2 و اي بي اف اتجاه و3 اتجاه احنا على الاخر. صح. 2 و3 و3 اتجاه و سوري 2 و اي اف اتجاه و3 بريدوميننتلي اتجاه تاني. بس طب والانيشال ديفليكشن عامل ازاي؟ بوزيتيف. صح؟
يبقى اغلب الظن ان ده بيكروس انتيرير للترايكاسبيد انيوس. الديبولاريزيشن معدي الترايكاسبيد انيوس وهينزل ياكتيفيت الفنتر. فالانفيريور ليدز رسمه بوزيتيف دلتا وي، فده غالبا رايت انتيرير اكسسوري فانتر. Case 5, 50-year-old male patient visit with palpitation and dizziness. Doctor, what do you know about it? LVESP. Okay. خد وقتك انت بتقرب يعني احنا مش مستعجلين. طيب بص شوف الجنكشن من الريد. طب خليني اقول لك حاجه، هو احنا هو ده كونسيدر نورمال ريذم ولا تاكيكارديا ولا براديكارديا؟ النورمال ريذم. طيب بس الهارت ريت هنا اعلى من 100، يعني انت عارف الديفينيشن بتاع النورمال ريذم من 60 تو 100 بيتس بير مينيت، ده هتلاقيه مثلا 120. يبقى لما تيجي تابروتش تريسنج زي كده تفكر في ان ده تاكيكارديا، صح؟ ماشي. اكتر من 3 مربع. لا يعني شايف ده مربع واحد اهو، بص خليني معاك كده اهو، ادي ده كيو ار اس كومبلكس اللي احنا هنحسب عليه الهارت ريت، صح؟ اللي بعديه اهو ادي مربع، وادي الثاني، وادي الثالث، فدول واخدين تقريبا مربعين، صح؟ واحد كبير اهو، وبعدين نص هنا ونص هنا، يعني هارت ريت 150 كمان مش 120. لا لا هي مربع واحد بس، هو ستريتشد علشان الباوربوينت. فدي تاكيكارديا، صح؟ ريجولر ولا ايه الريجولر؟ ريجولر. هايل. طيب عايزين بقى ندور على البي ويفز، لان احنا اول ما بنشوف ريجولر تاكيكارديا بنفكر ان دي نارو كومبلكس، هي صح؟ بنفكر ان دي يا اما السبيكترم بتاع الاتريال تاكيكارديا اللي هو يشمل السينس تاكيكارديا لو فيسيولوجيك، ويشمل المالتي فوكال اتريال تاكيكارديا والفلاتر وكده، وبعدين الاي في نودال ري انترن تاكيكارديا، وبعدين الاي في ري انترن تاكيكارديا، صح؟ فعايزين ندور على البي ويفز لان هو ده اللي هيقول لنا هي ايه وفين. مش شايف بي ويفز. مش شايف بي ويفز. طب شايف حاجه بدل البي ويفز؟ شايف المنظر اللي هو ده واضح قوي في ليد التلاته ده، اللي هو ايه؟ اللي هو الانديوليشن بتاع البيز لاين ده، البيز لاين شايف طالع نازل ازاي؟ طالع نازل ازاي؟ والفرصه ان الكيو ار اس كومبلكس في الاي سي جي ده في الليد ده صغير قوي قوي قوي، فزي ما يكون الاتريوم مرسوم لك لوحده. ها؟ الكيو ار اس اهي، بس الكيو ار اس الصغيره قوي، فزي ما يكون الاتريوم مرسوم لك لوحده. اهي الانديوليشنز بتاعت البيز لاين دي يسموها فلاتر ويفز، صح؟ فده اتريال فلاتر ويز 2 تو 1 كوندكشن، يعني ادي 2 فلاتر ويفز و1 كيو ار اس. تعال نروح لليد اوضح بقى فيه، اللي هو زي مثلا ده، ادي 1 فلاتر ويف 2 فلاتر ويف كيو ار اس، 1 فلاتر ويف 2 فلاتر ويفز كيو ار اس، اذا يسموه فلاتر ويز 2 تو 1 كوندكشن. ولما تلاقيه شكله عامل زي اسنان المشط كده، النيجاتيف سوتوس ابييرنس ده، ده بيبقى كاركترستيك لنوع فلاتر بيلف حوالين الترايكاسبيد انيلس، يسموه كيفو ترايكاسبيد ازمس تيبيكال اتريال فلاتر.
تمام. طيب السؤال بقى للاودينس، هي انهي بيت كوندكتد في الفلاترز دي، البيت دي ولا البيت دي؟ الاولانيه لازم تكون الفلاتر ويف دي هي عملت الكيو ار اس كومبلكس ده، لان دي ما تلحقش تعمل كيو ار اس كومبلكس، صح؟ ماشي. كيس 6 45 year old male patient faced with dizziness and palpitation. حد يتبرع؟ هو اسامه اللي عليه دور. ايه المشكله في كده؟ في تكيكارديا لها وايدش او وايد ماشي واخده رايت باندل بس مش كده. الفينشال دايجنوزز في تي از في تي وز امبالانس او از في تي وز بريك اكسبتيشن. احنا بندور على الجهات، انا مش شايف صح ولا لا، فالمفروض نبص على المفروض هو شكله مش تبقى رايح. طيب يعني ده معناه ان انت عايز تقول ان ده في تي شكلها اس في تي مع باي فاسيكلر بلوك. طب ده بناء على ايه؟ ما هو اكيد ده بناء على حاجه. بناء على الرايت باندل، بس الرايت باندل دي مش تيبيكالي لوكينج رايت باندل. يعني بص هقول لك حاجه. شكرا. انا هقول ايه؟ انا هقول ان ده مش بيسنج ولا ارتفاج. وهقول ان ده مش بري اكسايتد ريذم. ليه؟ لاني مفيش دلتا خالص، ويعني ولا ده شكل اي اكسسوري باثوي احنا نعرفه، صح كده؟ فهقول ان التو ديفرنشال دايجنوزيس كالاتي، يا اما دي فنتريكولار تاكيكارديا من النوع الفاسيكولار اللي هو بيطلع في الليفت فاسيكل او الليفت بوستيري فاسيكل او الليفت بوستيري فاسيكل، فعشان كده بيبقى فيري نارو، صح؟ على حسب هو طالع ريليتد للليفت انتيريور فاسكل ولا ليفت بوستيريور فاسكل، صح؟ يعني لو هو طالع ريليتد للليفت انتيريور فاسكل ده بيبقى انفيريورلي دايركتد اكسس، لو هو طالع ريليتد للليفت بوستيريور فاسكل هيبقى سوبيريورلي دايركتد اكسس، صح؟ ولو اني مش ده المنظر التيبيكال بتاعها برضه، هي يعني بيبقى ليها منظر تيبيكال، صح؟ ده مش المنظر التيبيكال بتاعها. جايز تكون دي عيانه عندها سكار في السبتم مثلا نتيجة انفاركشن ومطلع المنظر ده، وارد. البوسيبيليتي التانية انها يكون عندها الانترنسيك ريزم بتاعها في بيزار لوكينج ابيرنت كوندكشن نتيجة اي هارت ديزيز من اي نوع، فيقوم ده يبقى سوبرا فنتريكولار ريزم، صح؟ بس طب لو انا ما اعرفش وما شفتش هقول ان دي فنتريكولار تاكيكارديا مش سوبرا فنتريكولار. الترانزيشن بتاع الار ويفز في الكورد ديزيز غريب شويه، يعني بوست بوست زاد راجع يتقلب بعد كده قلبت الاكس خالص. منظر بيزار، منظر بيزار، ما هوش نورمال هارت. يتشاف ساعات الواحد يشوف المنظر ده في العيانين عندهم فالوت تيترولوجي. المهم ف
في اي معلومات اخرى عن الحياه دي من اي نوع؟ ولا اي حاجه ولا اي حاجه. كل الاستشهاد بالنوتيشن يعني. يا محاضره ارزبيا. يا محاضره ارزبيا بيقول لك يكون عندهم بالنوتيشن. ما يكون عندهم ايه الصراحه؟ عندي حق والله. ماشي خلاص يعني قصدي اقول ايه؟ ما فيش حاجه نقدر نقولها اكتر من كده بس يعني our take home message this is ventricular tachycardia. Okay. A 55-year-old male patient presents chest discomfort and palpitation. دكتور ممكن تعرفنا بنفسك يا دكتور؟ احنا اسماعيل. أنا دكتور. في استيبوليشن في الانفير ليد. طب خلينا نمشي واحدة واحدة الأول، يعني عايزين الأول نقول هو الريتم ده إيه؟ نقول الهارت ريت كام؟ يعني انت اشمعنى داخل على الاس في سيجمنت على طول يعني؟ انا مش لاقي بيهات. مش لاقي بيهات، هو احنا بندور على البي ويفز في انهي ليدز؟ الاثنين. وايه كمان؟ ماشي صح كده؟ في واحد باينه فيها صح؟ ما هو انت عمرك ما هتشوفها غير لما تدور عليها في المكان اللي انت المفروض تشوفها فيه صح؟ دي بي ويف مش كده؟ فالريزم ده يبدو ساينس، اهي دي اول معلومه مفيده احنا خدناها. ساينس ريزم. ماشي ايه كمان؟ في باترن بتاع رايت باندل صح، في باترن بتاع رايت باندل برانش بلوك. هي رايت باندل شكلها تيبيكال رايت باندل ولا ايه تيبيكال رايت باندل؟ اي تيبيكال رايت باندل. طب دي محتاجه فوتس يا دكتور احمد، مين شايف ان دي اي تيبيكال رايت باندل؟ مين شايف ان دي تيبيكال رايت باندل؟ ماشي هي دي تيبيكالي لوكينج رايت باندل، بس يمكن الزملاء اللي قالوا انها اي تيبيكال رايت باندل قالوا كده لسبب وانا بحاول اعرفه دلوقتي حالا. عشان ليد واحد. ايوه ماله ليد واحد يبقى. طب هو ليه مش هو ايه اللي ما يعني ايه اللي مخليه عامل كده؟ I don't think so. لا هي مش ارتفاعي، لا مش ارتفاعي، بس هو كل اللي انا رايي ان هو الموضوع ان الليدز محطوطه بالعكس بس. يعني شايفين مش ده اي بي ار؟ اي بي ار ده اي بي ار اهو صح؟ شايفين ايه البي ويف مش واضحه قوي بس اف يو ايماجن هنا هتلاقيها بوزيتيف صح؟ هي مش المفروض تبقى كده. طب وشوف اي في ال وشوف ليد واحد ها؟ البي ويف فيه نيجاتيف، ده برضه مش المفروض يبقى كده في ساينس ريدم كده؟ وخصوصا ان الديب وايد اس اللي شكلها غريب دي المفروض تبقى ديب وايد اس ما تبقاش ار داش صح؟ ها؟ زي بتاعت في 6 يا فين في 6؟ اه زي بتاعت في 6 صح؟ اي صح؟ فاظن ان ده مجرد تكنيكال بروبلم. الاي سي جي ده محطوط غلط. لا هو ده مش اس تي اليفيشن 100% صح؟ ده جزء من كيو ار اس ماشي؟ فعشان كده في ناس يعني ايه قالت طب لا ده دي في فيتشرز غريبه. هي فعلا غريبه بس غريبه علشان سبب يعني. طيب ايه تاني؟ لا خلاص بقى يعني دي شكلها تيبيكال رايت باندل برانش بلوك وساينس ريزم. عايزين بقى ان نوصل لتشخيص يعني او على الاقل نقول ايه الاحتمالات. لاترال ستيمي ليد 2 هو فعلا ليد 2 هو
مين و ABF فين؟ واحد. ايه ده؟ هو ده ليه دي؟ ABR ABL ABF ليه اتنين وليد ABF؟ ال ST segment فيهم شكلها عالية شوية فعلا. طب ما تحط لنا differential diagnosis، ايه رأيك؟ يعني انت واضح ان انت عايز تمشي في سكة ischemic heart disease صح؟ فوارد ان يكون العيان ده عنده inferior wall myocardial infarction، وارد. هل ده اول possibility تحطها؟ عشان عنده chest pain وعنده chest discomfort. اظن كل الكارديولوجي بيعمل chest discomfort. بتكلم جد؟ مين عايز يقترح اقتراح؟ pulmonary embolism ASD ممكن، يعني right sided involvement. انا اظن ان اول حاجة الواحد هيفكر فيها في السيناريو ده هو ان دي تكون pulmonary embolism، sinus tachycardia، right bundle branch block. دول يعني most important signs for right bundle branch block. هل بقى الـ most specific sign موجودة ولا لا؟ تعال نبص مع بعض. S1 عندنا كل حاجة مقلوبة طبعا، بس لو تخيلت ممكن تكون دي S صح؟ Q3 تعال نشوف lead 3 مفيش Q3، T3 مفيش T3 مش؟ لان احنا اصلا واحد و ABL دول معكوسين صح؟ يعني عشان معكوسين. معكوسين. ويا الجي بوينت فين؟ انت ايه رايك الجي بوينت هنا ولا هنا؟ لا ده اخر الكيو ار اس كومبلكس. ده الاس ويف اللي هي المفروض لو عدله تبقى شبه دي بالظبط كده. فالجي بوينت فين؟ الجي بوينت هي دي هنا في V6 نفس الحكاية الجي بوينت هنا صح؟ مش عندنا أي داتا عن العالم؟ محدش كان كاتب أي داتا كل عام كان فولو ماشي. طيب خلاص هو ده هنقرا الـ ECG ده كده ماشي؟ This is as far as we can read this electrocardiogram. شكرا يا دكتور. He's it 55 year old. 55 year old male patient with deadness and palpitation. تمام. سهل دي سهل مش صعب. 12 lead ECG وليجي 3 rhythm strips ماشي. Showing paroxysmal tachycardia with boost. Fandom? He showed segments of tachycardia with followed by boost. Yeah. ماشي. Okay. And people will follow with QRS. They are wide couplets with one narrow complex. One narrow complex beat اللي هي دي او يعني relatively narrow ماشي let's put it that way لان هي شكلها برضو واخدة right bundle branch block configuration صح؟ وبعدين two wider beats. طيب عايز توصف لنا حاجة في البيتس دي الاول؟ looks ان هي sinus beat يعني في دي wave و followed by QRS. اظن انها مش كده يا محمد، اظن ان ده مجرد ماشي الترانزيشن بس تحت موجوده على الريزم ستيب. عندك حق. حاسس ان دي سبايك ده بيس ميكر اصلا مش بيس لا هو بيبيس اهو بيبيس بس كده يعني لو ده فعلا بيس ميكر ودي مش فواصل وده واضح لان هي فعلا موجوده في الريزم ستيب ده يبقى ده اتريال بيسنج صح؟ بيسنج الشكل بيتكرر شكل الجهاز الاسمي معايا نفس الشكل بالظبط مع الاثنين الاربع
ماشي. هو انت يعني ساوند اوبزرفيشن، بس ده مش هيخلينا نقول ان الجهاز بيعلق. انا ما اعرفش الجهاز يعمل كده بصراحه. يعني اظن ان انا هقول ان هو يعني اوفلي سيميلر كيو ار اس او سيكونس. والبوز بس بقى الكابلت اللي بتيجي فبتنهبت الفيس ميكر. بس خلينا نمشي واحده واحده بقى. لو احنا قلنا لو اسيوم ان ده اتريال بيسنج، فذيس از ا فانكشننج اتريال ليد على الاقل، من بيس الاتريوم وراه بي ويف وبعدين كيو ار اس كومبلكس، والكيو ار اس كومبلكس ده كوندكتد وذ ابريشن وذ رايت باندل برانش ابريشن صح؟ وبعدين بيجي وراهم تو كابلتس. التو كابلتس دول فنتريكولار ان اوريجن ولا اتريال ان اوريجن؟ فنتريكولار ان اوريجن صح. ليه فنتريكولار ان اوريجن؟ احنا لازم نقول ليه. واخدين رايت باندل برانش بلوك كونفيجريشن، انما فيري اي تيبيكال رايت باندل صح؟ مفيش رايت باندل في الدنيا كده فيها النوتشز دي كده والرايت رابت اير والكيو ويفز دي في في 6 والنيجاتيف ديفليكشنز في الفيو ليدز، كل ده ساينز اوف اي تيبيكاليتي ماشي. فدي كابلتس وراها كابلتس اوف فنتريكولار اوريجن. وبعدين ايه بيحصل ورا البيت الاخرانيه دي؟ بوز، وبعدين البيس ميكر بيرجع يشتغل تاني في الاتريوم وهكذا، والسيكونس ده بيتكرر. فما يبدوش ليا ان البيس ميكر ده مال فانكشننج ولا حاجه، لانه بيسكت. يعني لو قلنا ان البي في سي دي ليها ريتروجريد في اي كوندكشن، فهتلاقي ان البيس ميكر ده بيسكت مسافه ريزنبل، اللور ريت بتاعه مثلا 70 ولا حاجه، يعني بيحس بي ويف وبعدين يسكت لور ريت. اللور ريت ده انترفال معينه، الانترفال دي احنا بنبروجرامت. ف لو ده ريتروجريد كوندكشن وعمل ريسيت للبيس ميكر ده، هيبقى اللور ريت بتاع البيس ميكر ده في حدود مثلا 70 65 حاجه زي كده، وده ريزنبل. فما نقدرش نقول ان البيس ميكر ده مال فانكشن. لا، هو احنا اصلا ما نعرفش هو ركب اتريال بس ولا لا. هو ممكن جدا يكون مركب ديوال تشامبر، ممكن جدا يكون مركب ديوال تشامبر بس الفنتريكولار ليد ما عملش بيسنج، لانه سنسد الايفنت ده باي في ديلاي معقول. ما هو انت بتبروجرام اي في ديلاي معين، لو الاي في ديلاي ده عدى من غير ما البيس ميكر يحس فيه كيو ار اس كومبلكس هيفاير. فانت لو حسيت كيو ار اس كومبلكس جواه انت هتسكت مش كده؟ هنزل على الكوندكشن سيستم بتاعه، فنزل على النورمال كوندكشن سيستم صح. فده ما نقدرش نقول ان هو مال فانكشننج بيس ميكر، يعني هو قد يكون ديوال شيب. شكرا. مش هنسال السؤال ايه؟ ماشي. لا يا راجل، بيقول ايه تريال بيسنج وبي في سيز. كيس 9 55 يو اوج من بيشنت بزنس شيست بين وده يا في سيز مفيش بالبوتيشن. لا ما هو الريزم ستريب ما بيبقاش في ذا سيم تايم. هو 12 ليد بيتاخدوا الاول وبعدين يليهم الريزم ستريب. دكتوره تحب تقول لنا رايك؟ استي ليفيشن تمام. استي ليفيشن في الانفيو ليدز صح. طب سيبك من الوايد كومبلكس ريزم ده، هنتكلم عليه براحتنا. انما عايزين الاول ايه نحاول يعني ناخد اكتر قدر من المعلومات من الستريب ده،
اللي هم النص الاولاني ده. انت بتقولي ان في اس تي اليفيشن صح؟ طب حتى ما فيش بيهات مش واضحه. يعني بص الديفليكشن ده كده، بص الديفليكشن ده وممكن ده وممكن هنا وممكن هنا، قد يكون دول بي ويفز، قد يكون. وهو ده يمشي مع السيناريو بتاع العيان، يمشي ازاي؟ يمشي ده عيان عنده inferior wall myocardial infarction وبعدين جاله complete AV block، فراحوا عملوا له ايه؟ حطوا له temporary pacemaker. شايف السبايكس دي؟ دي سبايكس وده pacing في الفنتريك، والبيسنج اللي في الفنتريكل او البي في سي الاس تي اليفيشن فيها يبقى مور برونونسد عن الساينس كوندكتد بيز. يعني انت لو جالك عيان عنده ساتل انفيريور وول مايوكارديال انفاركشن مش شايف الاس تي اليفيشن قوي، بس بالصدفه جاله بي في سي، تلاقي الاس تي اليفيشن في البي في سي واضحه وضوح الشمس، البيسنج ينطبق عليه اللي ينطبق على البي في سي صح؟ فتلاقي الاس تي انيفيشن واضح قوي كده. فده عيان عنده ايه؟ عنده انفيريور وول مايوكارديال انفاركشن، حط تمبراري بيس ميكر وبعدين نتيجه اي في ديسوشيشن، وبعدين راح جاي له تورسات دي بوان وديجنريتد لفنتريكولار فيبريليشن. ده صعب يكون ارتفاك، يعني اولا لان انت عندك السيناريو طبعا ده اي سي جي متحفي، يعني ما عمرنا صعب ان انت تلاقي اي سي جي ان انت تكون بتعمل تقول اي سي جي العيان يقرست وانت بتعمله اي سي جي، ما حصلت بس ده اي سي جي نادر يعني. اوكي، انما صعب يكون ارتيفاكت بقى، لاني اولا السيناريو واضح صح، ثانيا مفيش اي كرايتيريا من الكرايتيريا اللي احنا بنعتمد عليها عشان نشخص ارتيفاكت. اوكي، هل الفيس ميكر ليه علاقه بيس ميكر؟ ممكن اقول طبعا ممكن يبريسبتيت طبعا 100%. ده بار او تي يعني؟ هو لا، هي مش باينه كده هنا، يعني ادي البيت اللي ابتدت التاكيكارديا، فالبيت دي ما كانش ليها اي علاقه بالبيسنج خالص، البيس ميكر ساكت اهو، يعني ادي البيسنج سبايك كيو ار اس كومبلكس وبعدين دي بريماتور بيت جابت البوليمورفيك بي تي. انما وارد ان البيس ميكر يبقى في بعض المرضى التانيين ستيمولس. نعم، ما هو برضه في البارتيكولر بيشنت ده احنا مش شايفين كده، احنا شايفين ان في بي في سي هي اللي ستارتد التورساد او البوليمورفيك فنتريكولر تاكيكارديا. هو بالمناسبه هو ادق في السيتنج ده، تورساد ولا بوليمورفيك فنتريكولر تاكيكارديا؟ بوليمورفيك فنتريكولر تاكيكارديا. تمام. احنا شفنا الاي سي جي قبل كده ولا لا؟ طب ما نسكيب ده ونشوف حاجه احنا ما شفناهاش. This 11 16 year old made patient with syncope. احنا هنبتدي من الاول بقى، ان احنا ما بنسالش الحاصلين على درجه الام دي. وعلى فكره لا والله شبهه يعني. تقول انت في نفس ايه؟ معلش، نفس المكان. في نفس المكان. انه مكان المكان اللي هو هنا برضه، انت كنت قاعد على نفس الكرسي يا حبيبي. تصدق ان الديجافو ده يعني اكيد بيتعبك نفسيا؟ صعبت عليا. evidence of short PR. Short PR. The evidence of pre-excitation of the واحد. بس كمل بس، ما تستعجلش. طب انا عايز اسالك سؤال، انت شايف ان هم ممكن يكونوا جابوا في الامتحان الام دي مثلا بري اكسايتيشن؟
لا انا قصدي ماشي، خليك معايا للاخر. بص هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، هو طبعا الاي سي جي شكله يعني زي ضيق كده او حاجه، في حاجه مش طبيعيه. انما شايف دي، شايف دي، ده مربع كامل اهو مش كده؟ البي ار دي مش هتلاقيها شورت غالبا، صدقني البي ار دي انت لو حسبتها هتلاقيها معديه 120 مللي سكند بالراحه، فهي مش شورت، هي بس ديسيفنج. شورت كيوتي يعني، هو ده شورت كيوتي شورت كيوتي ماشي. بس يعني ده كافي ان انت تقول شورت كيوتي في عيال زي ده كافي. دي بس اللي انا فاهم. اه هي شكلها انيوجوال صح؟ مثلا يعني او قصدك انهانسد اي في كوندكشن، يعني العيانين الصغيرين في السن دول يا جماعه احيانا كتير يبقى عندهم اللي هو الشورت بي ار دي من غير دلتا ويف ولا حاجه. وبعدين كانوا زمان بيشخصوهم سندروم اسمه ال جي ال سندروم، اللي هو عيان ايه عنده شورت بي ار وبيجي له تاكيكارديا بس ما عندوش بري اكسيتيشن. ال جي ال ده يعني لم يعني يثبت ان هو سندروم موجود فعلا، والعيانين دول معظمهم بيطلع عندهم انهانسد اي في كوندكشن لانهم صغيرين في السن، ولو بيجي لهم تاكيكارديا بتبقى اي في نودال ريانتر تاكيكارديا ماشي. فبس انما ده الملفت قوي بقى هنا فعلا، ان عالي قوي بيك دي تي ويف في ريبولاريزيشن ابنورماليتي، والتي تي انترفال شورت شكلها شورت كام؟ هي اكتر من 200 شويه، يعني يمكن 240 260 حاجه زي كده. طيب هو النورمال، هو الشورت، بلاش نقول النورمال، لا هو السؤال الصح، هو الشورت كيو تي بتتشخص اقل من كام؟ 300. انا سمعت 320 وسمعت 330 وسمعت 360. استقررتوا على حاجه؟ لا صراحه لا، هم اصلا كلهم على بعض كام عيله اللي متشخصين شورت كيو تي؟ عارفين ان ده فيري رير سندروم، يعني هم 330 اللي مكتوب في الجايد لاينز 330 ماشي. ومع ذلك طبعا الكلام ده اصلا ما هوش فيري سوليد، لان احنا ما عندناش داتا كتير عن المرضى دول صح. انما اللي مكتوب في الجايد لاينز اللي هم ال 2017 دي هم 330 مللي ماشي. بريزنتنج وذ سينكوب ده هنعمل له ايه؟ ده قصه برضه والله. لو العيان ده بريزنتنج وذ سينكوب فعلا وعنده فاميلي هيستوري او سادن كارديك ديث، لان دول بيبقوا عائلات محدوده، اي سي دي غالبا. I don't think ان البيتا بلوكرز ليها رول. I have to review this. دكتور محسن كان كتب عملته ايه في ال الامتحان اللي قلنا كانت هايبر كالسيميا. كانت هايبر كالسيميا. هايبر كالسيميا مع شورت كيو تي، فانا عايز الديفرنشال دايجنوز. كان انا عندي مالينس. عنده هايبر كالسيميا. كان هو شرح لكم في ستيم للسؤال يعني. اه دكتور محمد غير المره دي النظام الامتحان تريسنج، اللي هو بقى يعني خلى في اسئله ديفرنشال دايجنوزز والدايجنوزز كل حاجه ليها ضربه يعني. هو الديفرنشال دايجنوزز هنا حاجه، ثلاث حاجات بيعملوا شورت كيو تي، الجينيتال او الجينيتك، وحاجه رقم اثنين الهايبر كالسيميا، رقم ثلاثه الديستاسيس. هم دول ثلاث حاجات اللي هم بيعملوا شورت كيو تي. الشورت كيو تي برضه عاده جماعة يعني حاجه كاركترستيك قوي ان هو ما بيبقاش فيه اس تي سيجمنت تقريبا، يعني هنا في تي لازقه في الكيو ار اس، ما فيش اس تي سيجمنت. دي اول حاجه تخليك تشك ان العيان ده عنده شورت كيو تي. الحاجه الثانيه ان هم بيكون عندهم برضه عاده هايبر اكيوت، يعني ثلاثة فيتشرز دولت خلوك تشوف ان العيان ده عنده شورت كيو تي. طب في طريقه نفرق الهايبر كالسيميا من الكونجنتال؟ هو اوبفيسلي العيان ده كونجنتال، لان هو قايل لنا ان هو 16 سنه وقايل ومش مدينا اي حاجه تقول ان هو عنده هايبر كالسيميا. جي ويف ايه بقى اللي انا ما اعرفش، فانت قول لنا المعلومه. هي انا بقى مش متاكد، انا بقول يمكن الجي ويف بتحصل مع الهايبر كالسيميا، هي مش واضحه قوي يعني. طب هو السؤال بطريقه ثانيه، ايه الساينز بتاعت ايه الاذر ساينز اوف هايبر كالسيميا ان ذا الكتروكارديوجرام؟ تمام. يعني لو قصدي لو في ساينز ثانيه يبقى نقدر نستدل بيها على ان دي هايبر كالسيميا مش كونجنتال لونج كي تي شورت كي تي. ف وي نيد تو لوك ذس اب. ماشي. طب
مش عارف يعني، خليني اقول لك اني ما كانش ده انطباعي لما شفته اول ما شفته، خصوصا ان احنا واخدين ان الهايبرتروفيك بيبقى دايما معاه تي ويف انفيرجن في البريكورديال ليدز rather than هايبر اكيوت تي ويف. بس برضو حاجه مهمه قوي، الديجيتاليس I was not aware انه بيشورتن الكي تي، بيشورتن الكي تي. ممكن I guess that's الستام المفروض يكون موضح اكتر من كده لو هو ده المريض اللي هو عايز يقول. كونجنتال ماشي. 55-year-old female patient present to ER with palpitation dyspnea, lightheadedness. ده يصير صعب. على الأقل في حاجات مش متفصلة. ماشي، طب مين يقول بقى؟ هو ده دور مين؟ دور مين؟ will be ECG showing the right complex tachycardia irregular. Differential diagnosis هيبقى the excited AF أو AF انت قلت وايت كومبلكس تاكيكارديا الريجولر، فالدايجنوزس هيبقى الديفرنشال هيبقى بري اكسايتد اتريال فيبريليشن. اوكي، طب انت عايز تميل لان واحد فيهم اوفر ذا اذر؟ بري اكسايتد اتريال. اشمعنى؟ لو بصينا على المورفولوجي وانا في واحد بص وانا فيزيك ار وفي تو كومبلكس نيجاتيف. طيب بص، هو انا هميل زيك ان ده يكون بري اكسايتد اتريال فيبريليشن، ماشي، علشان الكيو ار اس ويدث بيتغير كده زي ما انت شايف، ساعات يبقى نارو ايش وساعات يبقى وايد ايش. ايوه، الامبليتيود هنا صغير وهنا كبير. بس وبعدين لو عايزين نقول مكان الاكسسوري باث واي فين، ده غالبا هيبقى الار اس ريشيو في في واحد اكتر من واحد، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ليفت سايد اكسسوري. طيب والانفيريور ليدز ده ايه؟ الانفيريور ليدز بوزيتيف، يبقى ده انتيريور، صح؟ صح، ما جبناش احنا سيره الفري وول دي، بس ممكن نجيب سيرتها. بس بقى ايه الحاجات اللي مش متفسره بقى؟ هو ده ازاي كده؟ يعني ان في واحد يبقى بوزيتيف وبعدين في 2 يبقى نيجاتيف وبعدين يرجع في 3 بوزيتيف تاني، دي حاجه انيوجوال. جايز تشك في مكان الليد، بس ما هو برده ملوش دور في محل من الاعراب هنا، لان ده ليفت لاترال، فالليفت لاترال دول المفروض بيبقوا كل البريكورديوم consistently positive وبعدين واحد و AVL negative زي ما هو كده. فانا مش لاقي explanation ل V2 ده، يعني مش حاجه تفسره. V1 و V2 الامبليتيود فيهم قليله قوي، ده الفريشن يعني مش عارف V3 و V4 قد ايه، V5 و V1 و V2 و V6 الامبليتيود. في حاجه مش unusual يعني، خصوصا كمان اني في الرايت في الليفت فري وول اكسسوري باثويز المفروض في واحد ده يوجوالي بيبقى مونوفيزيك ار، ما بنشوفلوش كيو ويف كده قبل ال ار ويف، ما بنشوفش كده. فده برضو حاجه من الفيتشرز الغريبه في الالكتروكارديوجرام ده، ومع ذلك لو هنقراه برضو هنقراه بري اكسايتد اتريال فيبريليشن. المهم بقى نعالجه ازاي؟ السؤال مهم، لان هم بيجي لهم الحالات دي في الاستقبال
ما هو حاليا. طب كلنا ايه رايك؟ كلنا هنعمل ايه للبريك سايت ده؟ تمام. هو طبعا لو هو بالنسبه لنا هنا في مصر سواء اذا كان هيمو دايناميك ستيبل او ان ستيبل هيبقى دي سي شوك هو التريتمنت اوف ذا تشويس. لو احنا عندنا الروتينا مايد افيلابل او الاي بي لايت افيلابل ممكن تستخدم ممكن تستخدم كمان البروبابينول او المشكله بقى في اللونج تيرم. في اللونج تيرم وطبعا الاميولارون بقى كونترا انديكيتد دلوقتي سواء اذا كان امريكان او اوروبي. المشكله في اللونج تيرم الاورال مينتنس طبعا هتفكر ان هو يعمل ابليشن بس اللونج تيرم مينتنس ما عندكش اوبشن غير الجايد لاينز غير الكينايت والبروباتين. مش عارف رايك حضرتك ايه بتروحنا في اللونج يعني الدواء اللي ياخده يمشي عليه عقبال لما يعمل ابليشن. هو يعمل ابليشن طبعا ده اساسي في مصر بنكتب لهم بروبافينون. مصر بنكتب لهم بروبافينون اللي هو ايه؟ اللي هو ريتمونور اسمه التجاري ريتمونور. بس في الاستراكشر هم الراجل ولا مش فارق بقى؟ لا ما هو اصل بص يا احمد محمد انت برضه دي سيناريوهات انكومن يعني ان انت يبقى عندك عيان عنده استراكشر اب نورمال هارت و pre excited AF ده سيناريو uncommon. هما العيانين غالبا بيبقوا عندهم pre excited AF في structure normal heart. فانت تقدر غالبا للمرضى دول كلهم تديهم بروبافينون بسهولة. الفليكانويد يعني الناس بتقدر تجيبه احيانا بس هي مش كتير يعني. مش readily available let's put it that way. لكن هنا مش محتاجه دي هنا بقى طبعا هو المعتاد ان احنا لما بنيجي ندي الكلينايت او بروبوكينون بنيجي معاهم اي بي بلوك ميديشن. لا ما بنديش الكلام ده لا ينطبق. لا ما بنديش في العيانين دول بالعكس الاي بي بلوك ايجنت هنا كونتر انديكيشن 100%. والبيجا المعروفه برضه هي نفس الفكره ما هو العيان ده ما عندوش بيجا ملهاش رول نفس الفكره بيجا متصرف على بس هي ملهاش رول. بيجا المانوفر للاي بي ان ار تي او اورث درامك اي بي ار تي sexy old male patient present complain of short suppress palpitation. دكتور محسن انا متهيألي يعني لازم تقول لنا الانبوت بتاعك الاي سي جي ده. اعتقد انها رايت باندل وليفت اكتيفن بلوك ليفت اكسس ميل بيشنت اللي هو عنده فراكشر نورمال بار. اول حاجه شفت فيها انها فكرة بقى شوية
الفلنسا. هي الصراحة أحمد هي ده مش شكل الفسيكل خالص، عمرها ما بيبقى شكلها كده. لا بس خلينا نمشي سيستماتيك عشان نقدر نوصل. هو نار ولا وايد الاول؟ وايد وايد وايد. حاسس ان الحاجات اللي هي دروش قوي دي كلها يعني يعني احنا هناخد بالاي سي جي ده بالليد ده ولا هناخد بالليد ده؟ والاوسع فيري توتال ليه يجي المنظر اللي هو شارب ده ليه؟ مش ليه معلش؟ المنظر بتاع الليد ثلاثة مش منطقي ان الكورس تبقى كده وبعد كده مرة واحدة توسع. انا كده بدأت اشك ان ممكن يكون الطايم حصل اختلاف فيه. بس ده تسجل الاول ده تسجل بعد كده هنشوفهم في نفس التوقيت بعد كده عشان نتأكد هو نفس التوقيت ولا لا. وانا عندنا مش عامل عمليات قبل كده. ماشي اتس نايس اي سي جي الصراحة بس هي اولا احنا عايزين نتفق على نقطه نارو كومبلكس مين هيرفع ايده في النارو كومبلكس وايت كومبلكس تمام معظمكم شايفين انها وايت كومبلكس صح طيب وايت كومبلكس اس في تي وذ ابيرنت كوندكشن فنتريكولار تاكيكارديا pre-excited pre-excitation هنا بتكون differential diagnosis عشان very rapid heart rate ده heart rate 300 ماشي طيب خلاص ما هستنى بس هستنى ما مرناش حاجة ده المرور لازم طب اللي بيقول narrow complex tachycardia بيقولها بيزد على ايه؟ انت اصلا محدش فيكم بيقول نارو كومبلكس ماشي لا لا ها انا في حاجه بعد كنت عايز تقول حاجه الهيد الوقت يعني دي كيو اس اللي هي النار ولا الوايد انا هتبقى دي كيو اس طب دي ما هو ده شكله كيو اس وده شكله كيو اس اهو كيو اس اهو طب ليه مش لهم طب ما هو انت عندك شك ان ده كيو اس كومبلكس وده كيو ار اس كومبلكس وماشيين مع بعض فوق اهو هل في شك في كده؟ ليه الكونفجريشن بتاعه اتغير؟ واحد هو بيز لاين هو اللي بيلعب بيز لاين هو اللي بيلعب يعني ايه البيز لاين هو اللي بيلعب؟ في اربعه ده في اربعه ده في مشكله في الليد بتاعه هو اللي خلي البيز لاين ماشي طب انا اقول لك رايي وبعدين ابو بكر ما اعرفش بقى هيقول لنا لا ما اعرفش ولا هيقول لنا ايه الله اعلم انما الصراحة أنا رأيي إن دي نارو كومبلكس تاكيكارديا ده بناء على AVL وبناء على ليد 3 وبناء على الـ V4 وبصراحة شايف إن كل ده artifacts والله أعلم ما هو في كل اللي انت شايفه بقى ما هو ده undulating بيز لاين خرافي ده الانديوليتنج بيز لاين ده يبدو انه عامل كل الوايد كومبلكس هوكس ده والله اعلم طبعا ابو بكر دلوقتي هيقول لنا ما مش شايفين حاجه في اي حاجه بتتقال هو كان مكتوب هنا ده عباره عن في تاك تمام وهنا كان جايبين في الفي 4 اللي كانوا شاكين ان اللي بيت اكتر 150 فشاكين ان يكون ده فلاتر انت مين بقى فلاتر طب ما توريني التليفون عشان طيب انا هقرا لكم بقى
This tachycardia appears wide in some leads and narrow in others. In such a situation, it's best to presume that we are dealing with a wide complex tachycardia. Normally, this would lead us to conclude we are dealing with VT until proven otherwise. However, this turned out to be one-to-one atrial flutter. When rates approaches or exceeds 250, we should be suspicious of an accessory pathway. Often an accessory pathway is required to allow one-to-one conduction with atrial flutter. Electric alternatus is also visible in some leads. The classic cardiology question. اللي هو ايه يعني كل حاجه متاحه فانا ما اظنش ان احنا هنقدر نعتمد عليهم في حاجه الصراحه بس اتليست احنا وصلنا لمعلومتين مهمين واحده ان هو نارو كومبلكس ريذم الغريب بقى ان هو بيقول لك ايه انه لو نارو كومبلكس ريذم ان هو سوبرا فنتريكولار ريذم بس هو يوتيلايزنج ان اكسسوري باثي يعني بري اكسايتد وده طبعا كونترا انديكيتس ايتش اذر مفيش حاجه اسمها كده فالفرصه ان احنا مش هنعرف نعتمد خالص عليهم باي شكل من الاشكال ف هو ليه ده اي بي ان ده شكل ثيرابي ولا مش لا تفهمها anyway ولا في اكسايت حتى يعني قعدت ماشي ذاتس ا نايس سي جي تو اند ويز بس زي ما بقول لكم يعني هو ده اللي انا الطريقه اللي انا هقراها بيها ان انا هقول ان ده غالبا نارو كومبلكس تاكيكارديا فيري فاست ايا كان نوعها الله اعلم هتطلع ايه طبعا كومنلي تطلع فلاتر لان ده الطبيعي في الفاست ريزم ده فلاتر ويز 1 تو 1 كوندكشن والبيزار لوكينج دول يا اما ارتيفاكتس يا اما بيزار لوكينج ابيرنت كوندكشن بس هو لما زي ما احنا لما الهارت ريت يبقى 150 لازم نشوف فلاتر 2 تو 1 لما الهارت ريت يبقى 600 لازم نشوف فلاتر 1 صح شكرا يا جماعه